بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بكم في 90 دقيقه. اربعة ايام بتفصل مصر عن طلوع العام الثاني لثوره 25 يناير، وكل انسان في مصر النهارده بيسال صاحبه او زميله، وكل طفل بيسال ابوه، يا ترى ايه هي السيناريوهات اللي بتنتظر مصر في هذا اليوم. ناس كتير شايفه ان الاهم من يوم 25 يناير هو بعد بكره 23 يناير، اليوم اللي هيجتمع فيه نواب الامه في اول جلسه للبرلمان ما بعد الثوره، البرلمان اللي ممكن يقول لمصر كلها اما انه برلمان كل المصريين وانه بالفعل البرلمان اللي هيحقق اهداف الثوره، او يكون برلمان الصراعات الحزبيه البعيد عن احلام البسطاء في الحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه. اربعة ايام بتبعد مصر عن الخط الفاصل بين الوهم والحقيقه، والمصريين كلهم حاطين ايديهم على قلبهم وبيدعوا ربهم يا رب كل اللي عايزينه عبور امن للمواطن المصري من خط الفقر والظلم والاستبداد لخط الحريه والعدل والامان. وكل ثوره وانتم طيبين وفي طوابير الانتخابات واقفين، سواء موافقين او معترضين، وربنا يحمي كل المصريين، امين يا رب العالمين. ونبدا باول اخبارنا. عايز اقول لكم اولا، اول اخبارنا النهارده ان المحور مقطوع، وانا جاي في الطريق المحور كان مقطوع، مجموعه من المواطنين واقفين في المحور وكانوا قافلين الطريق بالنسبه للي رايح واللي جاي، وكلهم بيطالبوا بتوفير البنزين والبوتاجاز، وبيتكلموا عن العداله الاجتماعيه، وبيشتكوا من ارتفاع الاسعار، واقفين والسكه دلوقتي مقفوله. يعني اللي رايح اكتوبر واللي جاي من اكتوبر يعرف ان السكه بتاعت المحور مقفوله، لازم حد ينزل ويقعد مع الناس يتفاهم معاهم ويحاول يحل مشاكلهم، لان الناس عمالين يتزايدوا كل شويه والتاني. النهارده كان في ثلاث احداث مهمه جدا في مسار الدعوه للتوافق بين القوى الوطنيه. اول حاجه كانت النهارده في المجلس الاستشاري اللي عمل اجتماع بقيادات عدد من القوى السياسيه الممثله في مجلس الشعب، وتوصلوا لاتفاق حول مبادئ عامه للتوافق الوطني، واهمها الاتفاق على تسليم السلطه بحد اقصى يونيو القادم. ووجه المجتمعون دعوه لكل الاحزاب والقوى الممثله في مجلس الشعب لعمل لجنتين، الاولى تدرس افضل اليات تشكيل جمعيه تاسيسيه متوازنه ومعبره عن كل فئات المجتمع، اما اللجنه الثانيه مهمتها تبني مشروع اولي للدستور يطرح على الجمعيه التاسيسيه فورا انعقادها. لفت للنظر ان الدكتور حسن نفع قال انه دعا حزب الحريه والعداله وان هم وافقوا على المبادره لكنهم ما حضروش الاجتماع. اما حزب النور والوفد قالوا ان هم هيوافقوا على اي حاجه فيها توافق. شوف التقرير ونرجع تاني. عقد المجلس الاستشاري أولى جلسات التوافق الوطني اليوم بمقر مركز إعداد القادة بحضور عدد من القوى السياسية والأحزاب الممثلة في البرلمان للوصول إلى صيغة توافقية تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية على نحو يضمن صياغة دستور دائم قبل انتخاب رئيس الجمهورية. اتفق المجتمعون على ما يلي: 1- المضي قدما في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نقلا سلميا للسلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من عام 2012، اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل إقامة نظام سياسي يضمن مشاركة الجميع دون أن يستبعد أحدا، عدم المساس بحق الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب والشورى في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة دستور دائم للبلاد. حوار يهدف إلى بناء توافق وطني وليس الوصول إلى قرارات ملزمة. يجب تشكيل لجان تقدم اقتراحات فقط، مقترحات يؤخذ بها لا يؤخذ بها، يضرب بها عرض الحائط. هي مسألة بس من باب المصلحة الوطنية، بندعو كافة القوى السياسية من أجل الاجتماع وتشكيل هذه اللجان من أجل المعاونة والمساعدة وليس من باب الإلزام. كل القوى دعيت، في قوى ما ردتش زي الحرية والعدالة، وفي قوة ردت وقالت جاية زي الحرية والعدالة، زي النور والكرامة
وبالتالي هنبدأ نعرف الموقف الحقيقي للقوى السياسية من الاجتماع اللي جاي. يعني اللي هيجي اللي كان عنده عذر وما جاش الاجتماع ده مش هيبقى العذر ده موجود المرة الجاية، وبالتالي اللي هيجي المرة الجاية يبقى هو اللي مشارك، واللي مش هيجي يبقى مش مشارك. يعني في قوى شايفة انها لا ينبغي لها ان تشارك في هذا الامر، انها تاخد الدور القيادي هي اللي تدعو ربما. حصيلة الاتصالات مع القوى السياسية والاحزاب الممثلة في البرلمان القادم اثمرت عن حضور عدد منها وغياب اصحاب الاغلبية البرلمانية، لكن السؤال متى سيتم التوصل الى صيغة توافقية تنقذ مصر من دوامة الخلافات؟ آية راضي، 90 دقيقة، قناة المحور. معنا على التليفون الأستاذ صبحي صالح. مساء الخير يا أستاذ صبحي. أهلا وسهلا يا أستاذ عمرو. أهلا بيك، الله وحضرتك طيب. يا ترى لماذا لم يعني يشارك حزب الحرية والعدالة في المؤتمر اليوم رغم أنه قد تم دعوته من قبل؟ والله إحنا نشجع أي دعوة للحوار أو التواصل أو التحالف، لكن إحنا منشغلين بتجميع القوى السياسية داخل البرلمان، لأنه التجميع داخل البرلمان هو الصورة الحقيقية لتجمع القوى الوطنية، وليس هناك تعارض بين تجمع هنا أو هنا، المهم أننا لسنا ضد. طيب إحنا معنا على التليفون الدكتور محمد نور فرحات، أمين عام المجلس. دكتور نور مساء الخير. أهلا، مساء النور يا فندم. ليه حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الوفد غابوا عن الاجتماع النهاردة؟ بالظبط. ليه؟ غابوا ليه؟ والله السؤال يوجه ليهم، لكن انا متصور ان او متوقع ان في الاجتماعات التاليه ستتسع دائره المشاركه، وحزب الحريه والعداله يعني مش موقف من الحوار الذي ينظمه المجلس الاستشاري حول اجراءات تشكيل جمعيه وضع الدستور وحول ترتيبات المرحله الانتقاليه. حزب النور وافق مبدئيا على هذا الموضوع، ويبدو ان الذي منعه من الحضور عوائق ماديه وليس موقف سياسي. حزب الوفد رغم انه وافق الا انه لم يحصل، انما يبدو ان الانشغال باعتماد الاعضاء في مجلس الشعب واعلان النتائج وما الى هذا حال دون حضور عدد من الاحزاب هذا الاجتماع. طيب استاذ صبحي صالح، يعني هل لكم تحفظات معينه على الاجتماع، على اجنده الاجتماع، على ما انتهى للاجتماع؟ لا، احنا ليس لنا تحفظات، لان احنا نعلم ان هذا الاجتماع هو اجتماع تشاوري يخرج بتوصيات، وبالتالي لا مجال للتخوف. نحن لكن كما بينت لحضرتك، احنا كما تعلم انه في اجتماع للجلسه الاجرائيه يوم 23. أيوة. بكره ان شاء الله عندنا اجتماع الكتله البرلمانيه، الاجتماع الاول التنظيمي للكتله البرلمانيه للحزب، عندنا تفاوض مع حزب النور وحزب الوفد والكتل الاخرى، لاننا نريد ان نصل الى الجلسه الاولى بتوافق يتجاوز ال 80% حتى يطمئن الشعب الى ان هذا المجلس مجلس يؤمل فيه الخير. طيب دكتور نور، هل عدم وجود حزب الحريه والعداله ينتقص من فكره التوافق اللي انتوا كنتوا بترموا اليها لما عقدتوا هذا المؤتمر؟ المجلس الاستشاري او القوى السياسيه التي اجتمعت اليوم على ان يعني تتوحد كافه القوى السياسيه. أيوه. في السعي نحو توافق قومي غير ملزم لوضع قواعد إرشادية يسترشد بها مجلس الشعب عند إعداد هذه الوثائق. وأنا يعني أعتقد من تصريحات قادة حزب الحرية والعدالة أنهم مبدئيا لا يعني يؤيدون فكرة التوافق القومي وفكرة عدم الانفراد كحزب للاغلبيه باعداد هذه الوثائق المهمه، ونحن في انتظارهم في الاجتماعات القادمه ان شاء الله، باعتباره الحزب الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات واكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب الحالي، ونهنئهم على ذلك ونتمنى لهم التوفيق وان يضعوا ايديهم في ايدي الاخرين. استاذ صبحي، تصوركم ايه للهيئه التاسيسيه اللي هتقوم بوضع الدستور؟ احنا اعلنا
كمان استاذ عمرو اكثر من مره ان الهيئه التاسيسيه التي ستضع الدستور يجب ان تمثل كل اطياف الشعب المصري لان الدستور ليس قانون، الدستور وثيقه سياسيه يمنحها الشعب لنفسه. فحتى نستطيع ان نقول ان هذه الوثيقه منحها الشعب لنفسه يجب ان يكون هناك الشعب بالفعل. والحمد لله احنا البرلمان الحالي ممثل فيه اكثر من 20 فصيل سياسي. صحيح. يعني احنا عندنا النسبه الاكبر من القوى السياسيه وسوف تستكمل عندما نتجه الى الاختيار، لكن بالتاكيد كل القوى السياسيه ستكون ممثله فيه. هذا بالنسبه لنا التزام استراتيجي وليس امنيات، يعني نحن ملتزمون بان نسعى في هذا الاتجاه. دكتور نور، هل ما وصلتم اليه النهارده هو فكره ان من الممكن ان تكون الهيئه التاسيسيه عند تم تشكيلها من خارج مجلس الشعب؟ لا، بطبيعه الحال هذا موضوع لم نبحثه. احنا النهارده الدكتور حسن نفعه كان عد مسوده بالمبادئ لا تخرج في قليل او كثير عما صرح به الاستاذ صبحي صالح الان، ان الدستور وثيقه توافقيه وان جمعيه وضع الدستور لابد ان تمثل كل الاطياف السياسيه والفكريه والثقافيه والدينيه والمهنيه والجغرافيه في المجتمع، وان الدستور وثيقه قوميه وليست وثيقه حزبيه، نفس كل الكلام الذي تردده قيادات حزب الحريه والعداله وتردده القيادات السياسيه الاخرى، هي التي وردت في وثيقه المبادئ التي وافق عليها المجتمعون اليوم، وسيجتمعوا ان شاء الله يوم 24 لتحويل هذه المبادئ الى قواعد اكثر دقه واكثر انضباطا ان شاء الله. بشكر الدكتور نور فرحات والاستاذ صبحي صالح. اما تاني احداث التوافق النهارده كان في مركز القاهره الدولي للمؤتمرات الذي شهد فعاليات مؤتمر الشعب يستمر في ثورته تحت شعار عام على انطلاق ثورة 25 يناير. ثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها. وبدأ المؤتمر بدقيقة إحداد على أرواح شهداء الثورة. وقال الدكتور ممدوح حمزة مقرر المؤتمر إن المؤتمر المستمر حتى الآن هيطلع وثيقتين، واحدة بعنوان رسالة التحرير إلى العالم، وأعدها الدكتور أسامة الغزالي الحرب بهدف تعريف العالم أجمع بما نادت به ثورة 25 يناير. الوثيقة الثانية فيها توصيات المؤتمر لتسليمها إلى مجلس الشعب المنتخب. نشوف التقرير من المؤتمر ونرجع تاني. عقد صباح اليوم بقاعة المؤتمرات مؤتمرا جمع عددا من الشخصيات العامة والمعروفة تحت عنوان الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها. أنا شايف أن الثورة لم تحقق أهدافها، الثورة مستمرة. كان هناك صوتين، صوت انتخابي وصوت احتجاجي. تم الصوت الانتخابي، الصوت الاحتجاجي مازال موجود، سوف نعظمه ونقومه عشان يعني نشوف ماذا حدث في المجتمع المصري. يوم 25 يوم شعبي، هتافات، بنستعيد ذكرى 25 في الشارع. قبليه بكام يوم بنعمل يوم عقلاني، بنوثق الهتافات الاولى لشرارة الثورة، في الشرارة الأولى ليها. يوم 25 يناير اللي جاي ده يوم موجة غضب جديدة في الشارع المصري، لكن هنرفع شعار سلمية، لأن هي في البداية نجاحها في البداية كانت بداية سلمية. هو يوم ثوري بالتأكيد، ده 25 يناير اللي نفسه يحتفل ده حقه، لا اعتراض على ذلك. شباب الثورة يطالبوا بتحقيق كل مطالبهم، ولكن ما نقدرش نطلب كل حاجة في وقت واحد، نفكر شوية بالإنجازات والإفخاقات بتأني ها، ونشوف إيه الرؤية المستقبلية، إيه الخطوات اللي نقدر نعملها في السنة الجديدة اللي هي في رأيي سنة توحد لبناء مصر الجديدة. 25 يناير يوم ثوري لأن ثورتنا ما اكتملتش، ما زالت مطالبها خلعنا فقط رأس النظام، عشان كده هو يوم احنا بنسميه وبدينه بمؤتمر النهاردة الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها. عام انقضى على الثورة ولا تزال مستمرة حتى تحقق أهدافها. 25 يناير جديد على الأبواب، فهل سيكون احتفال ذكرى أم امتداد ثورة؟ ياسمين الضوي، 90 دقيقة، قناة المحور.
شكرا ياسمين على التقرير. اما المبادرة الثالثة للتوافق اصدرتها حركة شباب 6 ابريل بقيادة احمد ماهر اللي قررت تنظيم مسيرتين بكرة لمقر حزب الوفد بالدقي وحزب الحرية والعدالة في المنيل لتهنئة الحزبين بالفوز في انتخابات مجلس الشعب وتسليمهم قائمة بمطالب الثورة لاستكمال هذه المطالب من تحت قبة البرلمان المنتخب. الحركة قالت ان اختيار حزب الوفد باعتباره ممثل للتيار الليبرالي والحرية والعدالة ممثل للتيار الاسلامي. معنا على التليفون الاستاذ محمود عفيفي المتحدث الاعلامي للحركة. مساء الخير استاذ محمود. السلام. هتعملوا مسيرات دي امتى استاذ محمود؟ بكرة ان شاء الله استاذ عمر الساعة 6 مساء. وليه الحركة اختارت الحزبين دول تحديدا؟ هو تحديدا حزب الحرية والعدالة هو أكبر الأحزاب اللي بتنتمي للتيار السياسي الإسلام السياسي اللي حصلت على مقاعد في البرلمان، وحزب الوفد هو أكثر الأحزاب اللي بينتمي للفكر الليبرالي والقوى المدنية اللي حصل على أكبر مقاعد، وبالتالي احنا اخترنا الحزبين دول اللي هنتجه بيهم لمسيرات. طبعا نهنيهم في البداية على فوزهم في البرلمان ونأكد على دعمنا للبرلمان ونطلب منهم ان هم يحققوا او يسعوا لتحقيق مطالب الثورة من خلال البرلمان وان هم يستلموا يقوموا بدورهم الوطني وواجبهم الوطني لاستلام السلطة من المجلس العسكري. موقفكم ايه من يوم 25 يناير استاذ محمود؟ هتعملوا ايه؟ احنا نازلين ان شاء الله يوم 25 يناير نكمل ثورتنا، نازلين نتظاهر مش نحتفل، نازلين نأكد ان الثورة لم تكتمل حتى الان ولم تحقق اهدافها ولا مطالبها، وبالتالي فاحنا نازلين نتظاهر من اجل مطلب وحيد وهو تسليم السلطة من المجلس العسكري الى مجلس الشعب. بشكر جدا استاذ محمود. بالمناسبة كان في مسيرات سلمية من مختلف انحاء القاهرة امبارح وانتهت كلها في ميدان التحرير لتوفد عليه اعداد كبيره في جمعه حلم الشهيد. كاميرا 90 دقيقه كانت معاهم. نشوف ايه اللي حصل ونرجع تاني. شد حيلك يا بلد، الحريه بتتولد. طفت ارجاء التحرير امس مسيرات لعدد من الحركات السياسيه والثوريه. المسيرة أعلنت أن الثورة لم تنتهي بعد وأن 25 من يناير ما هو إلا استكمالا للثورة وليس للاحتفال بها. جو متحضر جدا، اللي موجودين مصريين حقيقيين، ما يعني وجايين علشان هدف واحد، حقوق الشهيد من ناحية، وديت مسألة مخجلة ان احنا بعد سنة من تقريبا من ثورة من اندلاع شرايط ثورة 25 يناير بعد سنة لسه بنتكلم عن حقوق الشهيد وحقوق المصابين. النهاردة التنسيق هو على اعلى مستوى الحمد لله، كل دي بقت الشعب لا هم بلطجية ولا هم صيع، معظمهم اهل شهداء، احنا كلنا جايين متضامنين معاهم. اول حاجة حق الشهيد، الدم ما بيتباعش ولا بيشتري، ما ينفعش انا ما اطبقش عليه القصاص. عايزين مع حكمه عادله، رساله بنوجهها لوزير العدل، يا وزير العدل اين العدل؟ بنقول الرساله للمجلس العسكري ولكل الاحزاب اللي نجحت في البرلمان، حق الشهداء مش هيضيع مش هيضيع. عايزين نوصل لكم رساله ان احنا بقالنا سنه مفيش لغايه دلوقتي الضباط بيطلعوا براءه. التمثيليه المسرحيه بتاعت المحاكمه دي يعني ظهرت وبانت، احنا مش هنمشي من البدايه غير لما ناخد حق الشهداء. انا النهارده متواجد لان حلم الشهيد شهاب لسه ما اتحققش، عيش حريه عداله اجتماعيه لسه ما كملتش. احنا الثوره انجزت جزء بسيط ولكن قوي، واحنا وجودنا النهارده على استمراريه الثوره مستمره سلميه 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 للنهايه. وعايز اعرف الناس اللي بيشوفني النهارده ان مش معنى وجود المتظاهرين في ميدان التحرير يعني كده ضد الجيش، لا، ده هو الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش. جئت اليوم ان شاء الله تضامنا مع اسر الشهداء والمصابين، حيث انا كنت مصفي في حدث 25 يناير ومصفي في حدث محمد محمود. وعايزين ابلغ يعني ان شاء الله باذن الله رساله للمجلس العسكري ان هو يكون في وضوح وفي شفافيه في الحكم في الاحكام، لان وقتنا هذا الثوره المصريه المجيده لم تغير سوى عقارب ساعات فقط. اهالي الشهداء وجهوا رسائل للشعب وللمجلس العسكري طلبوا فيها بحقوق ابنائهم واكدوا ان الثوره لا تزال مستمره. انا هنزل النهارده عشان اخد حقه، القصاص، العدل، المحاكمة، الحبيب العدل وحسن وولاده. احنا مش هننزل يوم 25 نحتفل باحتفالهم، احنا مش عايزين احتفال، احنا عايزين حقهم. رسالة للمجلس، مش عارفة اجيب له شهادة وفاة 26 سنة، بقاله سنة
مات ومعانا مستندات وكله قالوا اكتموه، مشينا ساكتين بيه كده وروحنا بيه. انا عاوز حق ابني من اللي ضرب ابني، وعاوز شهاده وفاه لابني. ارحمونا يا ناس الرحمه يا رب. يلا ونعم الوكيل بحسن مبارك، انا عاوز اعدامهم كلهم، اعدامهم اعدام هيبرد نارنا، لكن لو ما ماتوش وطلعوهم براءة هناخد حقنا بايدنا. هننزل يوم 25 بس هننزل عشان الشهداء، مش هننزل عشان حاجة، عشان عايزين حقهم وعايزين دمهم، ودمهم مش هيروح هدر طول ما احنا باذن الله عايزين دم عيالنا، مش دمهم مش هيروح هدر لان هم مش مرتاحين في تربتهم يا بنتي. من مسيرات التحرير الى مطالب اهالي الشهداء، الثورة لا تزال في الميدان والمطالب هي هي: عيش، حرية، كرامة، وعدالة اجتماعية. أنا مش عارف إزاي شهيد بقاله سنة ميت ولغاية دلوقتي ما تطلعلوش شهادة وفاة. ده حقهم، ده أبسط الحقوق، إن الإنسان لما يموت تطلع له شهادة وفاة. أتصور إن الجهات المعنية المختصة في مصر يجب إنها فورا تبادر بإصدار شهادات وفاة لجميع الشهداء اللي توفوا في أحداث في ثورة 25 يناير. حرام إن إنسان يموت ويقعد سنة كاملة الأم بتشتكي ما طلعلوش شهادة وفاة. النهاردة صدق المشير حسين طنطاوي على الإفراج عن 1959 فردا من المحكوم عليهم بأحكام عسكرية، بينهم مايكل نبيل سند الناشط الذي يقضي عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة إهانة القوات المسلحة. معنا على التليفون، معنا التليفون الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. علاء مساء الخير. مساء النور. اخبار الافراج، قرار الافراج ايه؟ عندك اي معلومات عن هذا القرار يا علاء؟ لا، هو ما فيش معلومات غير اللي انت قلته، ان هو رقم ولم يذكر اسماء غير اسم مايكل. ال 1959 دول هل تعرف مين تاني من الاسماء غير مايكل، ولا بس مايكل الاسم الوحيد اللي اعلن؟ لا، الاسم الوحيد اللي اعلن هو مايكل، ويعني هو عموما اصلا ملف المحكمات العسكريه احنا بنعاني فيه من قله المعلومات، يعني احنا ما نعرفش اصلا عدد الناس اللي في السجون دلوقتي باحكام عسكريه، فكل عندنا ليه تقديرات وتخمينات، فبالتالي احنا ما نعرفش الرقم اللي خرج ده معناه فاضل قد ايه. وفي كده اجراء معقد هم بيعملوا تصدير الاحكام، لازم يتم التصديق على الاحكام، والتصديق على الاحكام ده بياخد كانوا بيتاخروا فيه بشده، ما تقدرش تاخد اي اجراء اضافي لحد ما يتم التصديق على الحكم. فهل ال 1959 اللي خرجوا دول هم يعني اجمالي الناس اللي تم التصديق على احكامهم؟ هل من ضمنهم ناس لم يتم التصديق على احكامهم؟ فحتى احنا يعني مش قادرين نساعد نعمل اي تخمين، ومنتظرين بقى ان شاء الله يعني كمان يومين ولا كده يبقى عندنا معلومات اكتر. هل تتوقع الافراج عنهم قبل 25 يناير؟ على اساس تنفيذ اجراءات الافراج يعني؟ يعني أنا بالعكس انا متصور ان يمكن يكون هو ده الغرض، يعني انه يبقى في نوع من التقديم يعني تهدئه. طبعا كنا زمان يعني قبل كده استاذ عمرو لما كنا بنحب سيام مبارك كانت وقت الافراج ده اصعب وقت، لانه كانوا له في انه خلاص اتقال انك افرج عنك ويتم وتتبهدل في الاجراءات وكده، بس انا ما اظنش انه ده هيحصل المره دي يعني، ولكن طبعا لازم نبقى متابعين. فاتصور انه بالعكس هيتم تسهيل اجراءات الافراج عنهم يعني. شايف ازاي؟ اتمنى على الاقل. هل مايكل تم الاتصال باسرته، تم تبليغهم بخبر الافراج عنه او صدور هذا القرار؟ الحقيقه احنا لسه برضو ما لحقناش نكلم حد، الخبر لسه جاي دلوقتي. احنا تاكدنا منه يعني لانه صادر من جهات رسميه وارسل لكل وسائل الاعلام، احنا وصلنا من وسائل الاعلام برضو مش عن طريق اي اتصالات رسميه. ولسه بقى بنحاول نتصل بالاهالي وكده، فانا اي معلومات مفيده او جديده زي ما بقول لحضرتك، وحتى معلومة فاضل قد ايه في السجون احنا ما نعرفهاش، واحنا نتمنى يعني وهم لا يفصحوا عنها، فبالتالي بقى احنا نتمنى من البرلمان اللي هيجتمع كمان يومين ان هم يقدروا بطلب احاطة بسيط يجيبوا لنا كافة المعلومات عن من تم محاكمتهم عسكريا لحد دلوقتي. ده غير طبعا اننا مستنيين من البرلمان انه يلغي بالمرة كافة الاجراءات الاستثنائية من محاكمات عسكرية او محاكمة امن
دولة علشان يبقى كل مدني بيتحاكم قدام قضية طبيعي في قضاء مستقل، ويعني وكل بقى المطالب اللي هي تضمن لنا عدالة حقيقية يعني اشتفاية الإفراج عنهم يعني. هل هذا القرار ممكن يعمل حالة تهدئة يوم 25 يناير القادم؟ أشك، لان زي ما اقول لحضرتك احنا بنطالب بلال المحاكمات العسكريه من ضمن مطالب تانية كتير يعني خاصه بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه. فده انتصار مهم، واحنا سعداء طبعا بخروج الناس دي، وفي يعني 1959 اسره بتحتفل النهارده، وده لا نقلد من فرحتهم ولا من مصرنا، لكنه مش كافي. وان يدل على شيء فهو بالعكس يدل اننا لما بنضغط بنحقق نتائج يعني، وطول ما احنا قاعدين بنناشد ونطالب ونتكلم بادب لا نحقق اي نتائج. الناشط السياسي علاء فتاح انا بشكرك جدا، والحقيقه احنا منتظرين من البرلمان اللي هينعقد بعد بكره حاجات كتير قوي. منتظرين هذا البرلمان اول حاجه يعملها هي الغاء حاله الطوارئ في مصر، عشان نشعر ان فعلا في حكم دستوري قانوني وفي برلمان تشريعي. نتمنى الغاء حاله الطوارئ، اتمنى ان يكون هذا القرار هو اول قرارات برلمان الثوره، الغاء حاله الطوارئ فورا. حاله الطوارئ اللي احنا عايشين فيها من عام 1981 حتى اليوم يجب ان تلغى فورا، يجب ان يتم ممارسه القوانين الطبيعيه، كفانا بقى قوانين استثنائيه. وايضا ننتظر صدور قانون الحد الادنى للاجور عشان نقدر نقول ان الثوره حققت العداله الاجتماعيه. احنا زمان كنا بنشتكي ان الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر، انا الاوان ان الفقير ياخد حقه. شوفوا الناس عايشه ازاي في العشوائيات وفي القرى الفقيره عشان تعرفوا ان الناس دي حتى هذه اللحظه لم تشعر باثار الثوره. لازم نحسسهم بده من خلال برلمان الشعب. يجب ان يكون البرلمان اول حاجه يحطها قدام عينيه العدالة الاجتماعية اللي محروم منها المصريين لمدة 30 سنة. النهاردة كان في جولة جديدة من محاكمات الرئيس المخلوع ونجليه، بدأت الجلسة في تمام 10 صباحا، وأكد الأستاذ فريد ديب رئيس فريق الدفاع عن مبارك وجمال وعلاء إن التهمتين الثالثة والرابعة بتصدير الغاز بغير حق والإضرار بالمال العام لا يقوم على سند قانوني جدي، واتهم النيابة بالتخبط وعدم معرفتها ماذا تفعل، وشدد على أن مبارك جعل مصر صاحبة النفوذ في عملية الطاقة في إسرائيل، حيث أنها تتحكم في 40% من الطاقة الكهربائية في إسرائيل الناتجة عن الغاز. وكمان وصف فريد ديب رجل أعمال هارب حسين سالم بأنه رجل المخابرات المصرية الأول. وفي نهاية مرافعة طويلة قرر المستشار أحمد رفعت تأجيل نظر القضية لجلسة الغد. كاميرا 90 دقيقة كانت هناك. تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس والتربح واستغلال النفوذ هي التهم التي ركزت عليها مرافعة الدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك ونجليه أمام المحاكمة اليوم. دعي فريد ديب اليوم بأن مبارك لا يعلم عن السعر والكمية، وأن السعر والكمية وهذا كله يرجع إلى لجنة مختصة تابعة لوزارة البترول التي تقيم الأسعار، فأنت الرئيس الأعلى للبلاد، فلماذا وأنت الذي وافقت على تصدير الغاز لإسرائيل، فلماذا لم تطلع على هذا السعر الذي قمت بالموافقة به على تصدير الغاز؟ وبدليل أيضا إن المحكمة الإدارية العليا خاطبت مبارك وخاطبت الحكومة وخاطبت الأعمال السيادية وقالت له لابد لكم من مراجعة هذه العقود وتعديل السعر بما يتلائم مع السعر العالمي. مبارك باع السعر، مبارك وافق على تصدير الغاز لإسرائيل ب 75 سنتا مقابل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين إن في نفس التوقيت هذا كانت أمريكا تبيع هذه الكمية ب 8 دولار وروسيا تبيعها ب 3 دولار، فأين هو هذه الخسارة التي عمت على الشعب المصري مقابل تصدير الغاز لإسرائيل؟ ابتدى يستعرض نفس الدفوع اللي استعرضها في الجلسة السابقة من التقادم ومضي المدة، وإن هم ليس يوجد هناك دليلا على اتهام جمال وعلاء في التربح وأخذ العطية، وإن هم ما كانوش يعلموا ان والدهم بيمضي صفقة الغاز مع حسين سالم واسرائيل، وطبعا ده كلام واهي مضيعة للوقت. وطبعا فجر مفاجأة، انا في رأيي انها مفاجأة خايبة، انه يقول ان حسين سالم هو رجل المخابرات الاول في مصر، وحتى القاعة كلها ضجت بالضحك. يعني انا في رأيي ان دي مضيعة للوقت، مضيعة للمحكمة، مضيعة للقضية نفسها، ودفع بالنسبة لأولاده لان هي جريء جنحة ان ينقضى دعوى جنائيه بمرور 3 سنين من تاريخ ارتكاب الفعل، لان التسجيل بتاع الوحدات دي تم في سنه 2000، وبالتالي كجنحه تسقط بعد مرور 3 سنين، فبالتالي كده بتنقضي الدعوى الجنائيه بالنسبه لهم فلا محاسبه. ده هو
استاذ فريد النهارده دفع بيه قدام الهيئه الموقره. اول يوم كانت تمهيد ومرافعه تاريخيه وجغرافيه، وبعديها دلوقتي احنا بنستند لكلام احنا شايفينه امبارح كان للجيش، وقلنا للجيش هو المسؤول، فانا في الاخر التهمه ثابته، احنا هنعاقب عليها، النيابه العامه هتعاقب عليها ايضا، وذلك ثابت، وان شاء الله ان شاء الله هياخدوا احكام ضدهم. الدفاع عن الرئيس المخلوع كان ايضا خارج قاعة المحاكمة، ولكن على لسان ابناء مبارك واعضاء اسفين يا رئيس. اللي انا اعرفه ان دي مش مسؤولية الرئيس محمد حسني مبارك نهائيا، مسؤولية وزير البترول، وثانيا وزير البترول قال دي اتفاقات دولية ودي اسعار دولية. هو مشي بقاله سنة، هل يا ترى الاسعار بتاعته دي قدرت تتعدل؟ ولا حاجة هتتعدل، ولا حد هيقدر يعمل اي حاجة احسن من اللي هو عملها صدقوني يعني. أما أهالي الشهداء فكان عددهم أمام ساحة المحاكمة اليوم قليلا جدا. كلهم يقول لك بكرة بكرة بعده بعده، لنا سنة وشهر دينا مفيش أي حاجة تمت. مفيش أي حاجة تمت خالص خالص، بيفسح كلهم بيفسحوه جايبينه في طيارة ومديره في طيارة، ها؟ بيفسحوه. هو والعدل قاعدين جوه بقى نايمين، وإحنا دينا قاعدين على نار عشان عيالنا اللي ماتت دي. دم الشهداء مش هيروح ولا ينزل على بيتنا. مش هنعوضه. احنا تعويضنا الناس دي تتحاكم، ها، بما يرضي الله. غدا الاحد هو اليوم الخامس والاخير في مرافعه المحامي فريد الديب عن المتهم الاول والرئيسي الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال من امام اكاديميه الشرطه. ايمان توني، 90 دقيقه، قناه المحور. وزارة المالية استكملت امبارح والنهاردة صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي الثورة، والنهاردة في 200 أسرة استلمت تعويضاتها بشيكات وكاميرا 90 دقيقة كانت معهم. تعالوا نشوف ايه اللي حصل ونرجع تاني. بعد قرابة عام من انطلاق ثورة 25 يناير، بدأت صرف مستحقات عدد من أسر شهداء ومصابي الثورة الذين توافدوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم على مقر وزارة المالية لاستلام الشيكات. مصف الثورة يوم 28 وصرفني 5000 جنيه، واخد طلقة حية وخرطوش في رجلي الاثنين، ومصرفين لي 5000 جنيه، أعمل بيهم إيه؟ ال 5000 كنا واخدين نسبة عجز 50%، وجم بعد كده غيروا الكلام وصرفوا الكل 5000 جنيه، وفي ناس واخدة 5 في 15، ويمكن اصابتهم اقل من الناس اللي واقفة، وفي ناس واقفة حاليا من الناس دي عندها اصابات ما تتعوضش بالفلوس. كل واحد واخد 5000 جنيه من الشباب اللي واقفة دي، هم دلوقتي مدينا 5000 جنيه على قد ايه؟ على اساس ايه؟ دلوقتي واحنا دافعين اكتر من 5000 جنيه، احنا عايزين حقنا. انا ليا المفروض 20000 جنيه، لما اجي دلوقتي والاقيهم 5000 جنيه، ولما الاقي واحد بلطجي وعليه سابقه وانا عارفه موجود معايا من المطريه وما كانش موجود في ميدان التحرير ولا كان موجود في ميدان المطريه، ده راح اقدم تقارير بتعاوير قديمه هو كان متعورها وراح صرف الفلوس. غاضبون وغاضبات على ابواب المسؤولين بوزاره الماليه، فتكريم الشهداء ليس بالمال فقط ولكن بحسن معامله ذويهم. ما خدتش ولا شلم ولا مليم. لا، ما قالوا لي اسمك ما نزلش. هم لسه اتصلوا بيا من هنا اللي هم بتوع الثوره اللي هم برضو زي ولا ابني كده، قالوا في النهارده صرف تعالي. جات احنا عايزين العدل، كلنا عايزين العدل، اكترنا حقه رايح وبيعاملونا معامله مش هي المعامله اللي هي بتاعه البني ادمين اللي هي الاحرار، بيعاملونا معامله وحشه، وال 5000 اللي هم بيدوها لينا دي دفعي اكتر من بتاع 30000 جنيه علاج ومستشفيات على حسابنا. وحضرتك احنا عاوزين وظيفه، نطلبوا بوظيفه، انا مش شغالين. مش المهم بالمستحقات ولا المهم في المال، المهم في الكرامه والعيشه الكريمه والحياه الانسانيه. لا مش عايز فلوس، انا عايز حق ابني. صرفوا لي ده ايه 30000؟ ابني انا 23 سنه، قيمته 30000 ولا 30 مليون؟ لا انا عايز حق ابني. عايز حق ابني، عايز القصاص من حق اللي قتل ابني. فرحة لم تكتمل، تلك التي يعيشها أسر مصابي وشهداء الثورة، فبعد مرور عام من الحزن عاشوه، يختتمونه بعناء الحصول على المستحقات المالية، التي ربما تكون خطوة في بدء عام جديد يحل عليهم بنسائم الحرية والديمقراطية
التي تكون عوضا لهم ولأرواح أبنائهم. معي على التليفون الدكتور حسني صابر رئيس المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة. دكتور مساء الخير. دكتور حسني. دكتور حسني. معاك يا أستاذ عمرو. ألو. إزيك يا دكتور؟ أهلا بيك. إيه آخر أخبار صرف التعويضات؟ صرفنا يا سيدي الفاضل. بشرني. تعويضات محمد محمود ومجلس الوزراء الشهداء. وصرفنا 203 حالة من متأخرات أحداث يناير. عظيم. والكوميسيون العسكري شغال على قدم وساق. ومن بكرة إن شاء الله أنا جبنا 3 لجان كوميسيون في مقر المجلس علشان ننتهي من مصابي أحداث مسيرو ومجلس الوزراء محمد محمود. عظيم. في يومين إن شاء الله عشان بعدها بيومين يبدأ الصرف. عظيم. هل معنى كده بقى أن أزمة أسر الشهداء والمصابين انتهت؟ لا طبعا لا. الأزمة بقت مزمنة وفي تداعيات كتير وفي ناس حاسة أن هي مظلومة لازالت وزي ما سمعنا في ناس بيقول إحنا خدنا 5000 جنيه بس وكان غيرنا خد 10. إحنا قلنا اللي شايف إن هو معاه يعني إصابة أكبر من اللي هو بيتعوض عليها من الكوميسيون ممكن إن هو يقدم تظلم ونعيد بحث الحالة مرة أخرى. لكن احنا ماشيين دلوقتي بخطة سريعة جدا في كافة الاتجاهات. دكتور فاكر انت لما كنت مشرفني في البرنامج كان معانا رضا عبد العزيز المصاب في عينيه اللي بيسموه بيطلقوا عليه حرارة 2 فاكر؟ نعم. يا ترى عملنا له حاجة؟ حالته هتعرض على الكوميسيون من ضمن الحالات بتاعت الحدث الأخير زي ما قلت لحضرتك احنا من بكرة عندنا كوميسيون جبناه وفي 3 لجان هو هيبقى ان شاء الله من ضمن الحالات اللي هيتم بحثها. طب هل تم توفير شقه ليه او حاجه او سكن؟ هو موضوع الشقه بتاعته احنا لسه طالما ما الكوميسيون ما خلصش ما دخلش عندنا في السجلات. انا كان نفسي بصراحه وانا كلمته انا ما كنتش عارف ان هو قدم متاخر لما اتقابلت عندك معاه قلت له هيبقى ليك شقه ان شاء الله وانا كنت يعني فاكر ان هو كان من احداث قبل كده لكن لما تبين لي ان هو مقدم قبل ما كنت عندك بيوم واحد يعتبر ما دخلش عندي في السجلات لكن انا بوعد بمجرد ما يخش في السجلات هيكون على راس القائمه ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور حسني. النهارده اعلنت وزاره الداخليه عن ضبط 17 بندقيه اليه وحوالي 18000 طلقه في اطار حملاتها لضبط الامن في القاهره والمحافظات. شوف التقرير ونرجع تاني. في واقعة مثيرة بالطريق الصحراوي تمكنت قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الجيزة من ضبط 17 بندقية آلية و13 ألف طلقة نارية في إطار توجيهات الوزارة في الأيام الأخيرة بضرورة تحقيق الأمن الفعال وتواجد الأمن الفعال على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية و قامت أثناء قيام حملة بمناطق الريست اليوم أو بمناطق كيلو 106 للقادم من اسكندرية اتجاه القاهرة تصادف قدوم سيارة رحلات القلوبية 26 راكب لم تمتثل لإشارة رجل المرور متوقف ودخلت على الحملة بسرعة مسرعة جدا في مطبات موجودة في المنطقة دي وقع بعض الذخيرة من العربية المتهم هاربا لكن طالب بكلية الشرطة ساعد في القبض عليه واعترف بالتفاصيل الكاملة لجريمته كانوا مدينها هيتوني مقابل 5000 جنيه ورحت معاهم مطروح خدوا العربية حطوا الحاجة وجيت انا جيت العربية وجيت لوحدي وكمان ضرت نوقفت قمت انا والسيد الرائد طارق بلينين بتتبعه ومتدرجته حاجه دي كانت موجوده اصلا على ايه متربطه على شاسيه الميني باص من تحت وعلى الاستبن ولما شفنا الطلقات وقعت على الارض تتبعناه وتم مطاردته والحمد لله تم ضبطه وهي عربيه قاف الف جيم 2681 رحلات اليوبيه قياده سعيد رضوان الكميات المضبوطه من الذخيره والبنادق الالي تبين وجود 12 بندقيه الي وواحده قناصه واربع رشاشات هيكلر وحوالي ما يقرب من 13000 طلقه
تقريبا كده. واحنا بنعمل في اطار سياسه الوزاره، وان شاء الله الحمد لله يعني احنا مزودين الاكمنه وهنفضل على طول مستمرين لان ده واجب علينا. مبسوط ان الشارع مظبوط والناس كلها رايحه وجايه وكده، حتى يبقى في امان. جهود مكثفه يبذلها رجال الشرطه حاليا لاستعاده الانضباط في الشارع وعوده الاستقرار اللازم لتنميه مصر الثوره. اتناشر ألف طلقة وأسلحة، الحاجات دي كلها كانت رايحة فين؟ الحقيقة ده موضوع خطير جدا لازم نقف عنده. يعني طبعا كتر خيرهم الداخلية جهدهم مشكور جدا في ضبط هذه الحالات، لكن السؤال الأهم اللي بيطرح نفسه، كل هذه الأسلحة رايحة لفين ورايحة لمين ورايحة عشان يعمل بيها ايه؟ دي كلها أسئلة احنا محتاجين عليها إجابات سريعة وشافية. النهاردة في مشكلة كبيرة وقعت في محافظة الإسكندرية، المنتزة، حي المنتزة أو منطقة المنتزة السياحية اللي حضراتكم عارفينها، اللي هي الحدائق الجميلة اللي ليها بوابات وبيتم الدخول والخروج ليها بتذاكر. جميع العاملين في المنتزة، في شركة المنتزة السياحية، أغلقوا أبواب المنتزة بالسلاسل ومنعوا جميع المواطنين اللي هم داخل المنتزة من الخروج خارج المنتزة، وبالعكس صحيح، منعوا أي حد عاوز يخش المنتزة انه يخش. هذا الموضوع ممتد من الصباح لغايه دلوقتي، جت لنا شكاوى كثيره جدا من مواطنين كثر حتى الان محبوسين في داخل المنتزه ومش عارفين يطلعوا. المعلومات المتوفره لدينا ان هم العاملين بشركه المنتزه بيطالبوا بحوافز وباجور، وده شيء مقبول ان احنا نسمعه، لكن الغير مقبول ان احنا نقفل الابواب وان احنا نحبس المواطنين الابرياء ونمنحهم من الخروج من حي المنتزة او من داخل منطقة المنتزة. العيان، اللي مريض، اللي عايز يروح بيته، اللي عنده، كل واحد عنده ظروفه. فانا اتصور انه يجب ان يكون دلوقتي، انا جاي لنا شكاوى كتيرة جدا وتليفونات كتيرة جدا جاي لنا على موضوع ان الناس محبوسين في المنتزة مش عارفين يخرجوا. فلازم دلوقتي، معلوماتنا ان رئيس الشركة راح لهم قعد معاهم، معرفش وصلوا ايه لغاية النهارده، بنحاول نتصل بيه، لو جالنا رد هنكلمه على طول. المحافظ نزل لهم برضو، حتى الان لم يتم الوصول لحل. المهم، ما زالت المنتزة مغلقة وممنوع الناس اللي مقيمين فيها او اللي جاي رايحين فيها للفرجة والفسحة ان هم يطلعوا براها. فلازم يكون في حل، وحل سريع. وانا اناشد ايضا الناس، يعني العاملين بالشركة، اذا كان لكم مشكلة مع الشركة، المواطنين ما لهمش اي ذنب، ارجوكم اسمحوا لهم بالخروج برا المنتزه. حرام الناس تحبس عشان خاطر يدفعوا فاتوره مش خاصه بيهم. مشكلتكم مع الشركه، اتصور ممكن جدا تقعدوا مع رئيس الشركه، مع الوزير المختص، مع المحافظ، وتحلوا هذه المشكله. وانا اطالب ايضا المحافظ ان يصل الى حل سريع لارضاء وحل مشكله العاملين في شركه المنتزه. النهارده مصر فقدت كاتب ومحلل سياسي كبير، هو الأستاذ مصطفى الحسيني، أحد أعمدة مؤسسة روزا اليوسف في السبعينات والثمانينات، هو أحد الكتاب اللي توقعوا ثورة 25 يناير بكتابه المهم اللي صدر قبل الثورة بأسابيع، على حافة الهوية. الأستاذ مصطفى الحسيني هو والد الزميل العزيز الإعلامي يوسف الحسيني، مدير إذاعة نجوم اف ام وأيضا في قناة اون تي في. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته والأسرة خالص العزاء. نقول لكم عندنا ايه النهارده. الفقره الاولى عندنا فقره رد الاعتبار للجماعات الاسلاميه، هيكون معنا فيها الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب، والدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعه الاسلاميه. الفقره الثانيه اول برلمان بعد الثوره، هيكون معنا فيها الاستاذ عزب مصطفى عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله، الاستاذ مصطفى النويهي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، والاستاذ اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن حزب النور. الفقرة الثالثة فقرة غنائية مع مطرب الثورة حمزة نمرة. أرجوكم تابعونا.